توجه السلطات العمومية نحو إدخال عالم الرقمنة على مختلف القطاعات والمعاملات التجارية دفع بمختصين إلى التطرق لمسألة الأمن الإلكتروني، فالجزائر أضحت هدفاً لهجمات سيبرانية، وضع يستدعي اتخاذ إجراءات ميدانية لضمان الحماية الرقمية على المؤسسات والهيئات العمومية. Pour la cybersécurité, il faut trois parties. Compétences, procédures et technologies. Les compétences, c'est la partie formation, donc personne formée au NAS. Les process. Les process, c'est là où on fait la stratégie de la numérisation et la stratégie de la cybersécurité au niveau national et au niveau gouvernemental. On doit s'inspirer des normes internationales qui existent. Et on applique ça au terrain. توفير الحماية التقنية من الجرائم الإلكترونية الحاصلة داخل الوطن أو من خارجه يرافقه ميدانيا الجانب القانوني. فالمشرع الجزائري وضع نصوصا تتماشى والتطور التكنولوجي الحاصل. الدولة هي دارت بول تاع سيبر كريمناليتي كاين دي زاتاك كي سون سيبر كريم كي توش ليكونومي هذاك يروحوا في لو سيرفور الموزع تاع كشركة وطنية كبيرة اللي يحبوا يجيبوا من عندهم وثائق مهمة دوك هذوك لازم يكونوا البيزون لازم تكون حماية حماية قانونية اوسي او نيفو انترناسيونال عندنا في الخارج يا لي زومباساد كي فون سا دو ما سي اون ا اون اتاك كي ديتيرميني نعرفوا وين منين جات نقدروا نروحوا نشتكيو ونجيب الحق تاعي وكلش. تعزيز آلية التصدي للهجمات السيبرانية هي استراتيجية تعمل عليها الجزائر لحماية أنظمتها المعلوماتية ضمانا لمسعى تطوير الاقتصاد الرقمي.